اليوم بمناسبة يوم الصحافي العالمي، هو يوم الصحافي يمكن في بقية العالم لكن عندنا ليلة الصحافة. هناك قيود على الحريات، هناك طبعا نقص في الإعلانات وفي الدخول بسبب هجمة التكنولوجيا الحديثة، وهناك الحكومات. أرجو أنا يعني يمكن بحكم معرفتي بمصر، مودتي لمصر إذا شئت، أرجو أن تكون البداية من مصر. العرب تبعوا مصر في الخطأ في ستينات القرن الماضي عندما أمم الصحف وخنقوا الحريات، أرجو أن يتبعوها الآن في يعني نهضة إعلامية تشمل حريات حقيقية. يجب أن يكون الحكم في مثل هذه الأمور قضاء مستقل. أنا أقيم في لندن، يستحيل أن أستطيع أن أنشر أي رأي، الرأي مقدس، رأيي حقي، أستطيع أن أهاجم رئيس الوزراء أنه فاشل لا يصلح لشيء، لا هذا رأي، ولكن المعلومات يجب أن تكون صحيحة. مكتب مثل الدكان عندي كل مراجع أي موضوع أكتبه أحتفظ بها أشهر، إذا ما حد سألني يعني أرمي المادة القديمة حتى ما يعلو الملف كثيرا. ولكن هنا في لندن أنا مطمئن إلى يعني عدالة القضاء في التعامل مع الصحافة. أعرف القانون لأني سبق أن عملت مع رويترز، فعلمونا أهم شيء، كان علمونا بدأوا في قانون القدح والدم. أرجو أن يكون عندنا شيء من هذا النوع، أن نكون الحكم بين الصحافة والقارئ والحكومة هو قضاء فعلا نزيه يستطيع. إيه العوامل؟ أن يعطي كل صاحب حق. أستاذ جهاد، إيه العوامل من وجهة نظرك المؤثرة على الأوضاع العربية بالنسبة لحرية الصحافة عنها عن الدول الخارجية أو الدول الأوروبية، بما أن حضرتك طبعا مقيم في لندن؟ عندنا مثلا في مصر هناك إرهاب، وبالتالي يعني الحكومة مضطرة إلى أن تفرض قيودا هزيمة الإرهاب. أرجو أن لا نواجه وضعا مثل التسعينات القرن الماضي في مصر، يعني ما بدنا 10 سنوات في مكافحة الإرهاب. أرجو أن نقضي عليه في أشهر، في سنة، ولكن ليس على يعني في عقد كامل. إذا حصل هذا سأكون أول المطالبين بمزيد من الحريات في مصر. لا أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينتظر يعني نصحي، أعتقد أنه يعني عنده النزعات الديمقراطية. كنت أقرأ الأطروحة تبعته في كلية الحرب الأمريكية، وهي عن يعني الديمقراطية في العالم العربي وأسباب اختلافها عن الديمقراطية الآثينية الغربية الحالية. فأعتقد أنه عنده النوايا حسنة، عنده القدرة، ولكن نريد بالأول القضاء على الإرهاب حتى لا نشجع الإرهابيين أن يستعملوا الميديا للترويج لأفكارهم. نعم، ونريد ايضا اذا حصل هذا في مصر، انا واثق من ان دول عربيه كثيره ستطلع مصر كما تبعث في الماضي. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ جهاد الخازن، طبعا الكاتب الصحفي الكبير، حدثنا مباشره من لندن العاصمه البريطانيه. هو ربط برضو الموضوع بالارهاب. استاذ جمال، يعني واحنا بنتكلم على حريه الصحافه، البعض بيقول وسياق المعلومات ان قانون نقابه الصحفيين الحالي لا علاقه له باوضاع المهنه بشكل او باخر. بنربط ده في الدستور الاخير، كان في مواد كتيره جدا متعلقه بحريه الصحافه والمهنه وحريه الاعلاميين وما الى ذلك. ايه الواقع؟ قانون نقابه الصحفيين والقوانين الموجوده او المواد الموجوده في الدستور الجديد فيما يتعلق بحريه الصحافه والاعلاميين بشكل عام. طب اسمح لي قبل هقول تعقيب بس على كلام الاستاذ جهاد الخازن وفيما يتعلق بعلاقه الصحافه والارهاب. يعني انا عايز اقول ان الصحافه المصريه لها دور مهم جدا في مكافحه الارهاب. وانا اذكر في التسعينيات مثلا العشريه السوداء اللي عاشتها مصر في فتره التسعينيات، الصحافه لعبت دورا مهما جدا جدا في مساعده الحكومه في مكافحه الارهاب، وكم اجرينا لقاءات مع اسر الشهداء، وكم عانينا في صعيد مصر يوميا. يمكن انا محرر قضائي لجريده الجمهوريه، كانت بالنسبه لي القاهره ترانزيت، اجي اسافر اسيوط، ارجع اسافر المنيا. يعني احنا كنا بنعيش وسط ضباط الشرطه في مكافحه الارهاب. نفس الامر حاليا، يعني اعداد كبيره جدا من زملائنا تعرضوا لاصابات، تعرضوا لاستهدفوا اثناء تهديد عملهم بسبب مواجهتهم للارهاب. فانا مش يعني مش عايز اربط بين اني عشان في ارهاب يبقى في قيود على حريه الصحافه، لا، انا ضد هذا الامر تماما. انا بقول ان الصحافه
بصفة خاصة والإعلام بصفة عامة لهم دور بارز جدا في مواجهة الإرهاب. أرجع لسؤال حضرتك، عايز أقول لك إن قانون نقابة الصحفيين ده قانون محترم جدا. هذا القانون الذي وضعه نقيب النقباء الأستاذ كامل زهيري عندما كان نقيبا للصحفيين، هذا القانون الذي وضع في عهد الأستاذ صلاح الدين حافظ عندما كان أمينا عاما لنقابة الصحفيين، أنا شايف إن ده قانون محترم جدا. ولكن هذا القانون مر عليه حتى الآن 45 سنة، فترة طويلة، تمام؟ هذا القانون أنا من وجهة نظري لا يحتاج، البعض بيرى أن هذا القانون يجب نسفه، لا، أنا من وجهة نظري هذا القانون يحتاج إلى تعديل. هناك بعض العبارات لم تصلح، موجودة الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي والقيد، محتاجين تعديل لهذا القانون. بالفعل احنا فكرنا في تعديل هذا القانون من فترة طويلة، يمكن انا اذكر وانا عضو مجلس نقابة الصحفيين من سنة 2007 احنا فعلا فكرنا في تعديل هذا القانون، ولكن تركيبة مجلس الشعب احنا خفنا منها. خفنا من تركيبة مجلس الشعب في عهد احمد عز، خفنا من تركيبة مجلس الشعب في عهد جماعة الإخوان، ولكنش يعني فيما يتعلق بالتعديل، نعم، ما تنصفش النقابة فيما يتعلق بالتعديل، ما تنصفش النقابة، يعني أنا عايز أعدل إلى الأفضل، خفت يكون التعديل إلى الأسوأ، تمام. فإحنا اللي رفضنا التعديل بالفعل، وأنا بقول هذا أنا الكلام. ذاك، نعم، أنا ذاك. ولكن حاليا إحنا بالفعل خلال الأيام المقبلة هنبدأ في تعديل قانون نقابة الصحفيين، هنبدأ في إعداد مشروع لقانون نقابة الصحفيين، هنشارك فيه الجمعية العمومية، هنشارك فيه منظمة المجتمع المدني. أبرز الأمور المطروحة للتعديل في قانون نقابة الصحفيين، والحقيقة أستاذ عماد أنا عايز حضرتك تشترك معنا في النقطة دي برضو، لأنه أكيد في صميم عملكم. يعني أنا عايز بس ألفت النظر، النهاردة محكمة القضاء الإداري صرحت الاثنين من الزملاء الصحفيين بالطعن على سبع مواد في القانون، اللي هو أشار ليهم عرضا جمال، اللي هم خاصين بحاجات عدى اللي هي ما بقتش في انه الاتحاد الاشتراكي. زمان انت عشان تدخل نقابة الصحفيين لازم تكون عضو في الاتحاد الاشتراكي او الجمهورية العربية المتحدة اللي هي لم تعد موجودة لان ايام الوحدة مع سوريا، او اتحاد الجمهوريات العربية مصر وسوريا وليبيا. دي حاجات انا اظن ان هو تحسن نقابة الصحفيين صنعا اذا اسرعت او سرعت بتعديل مثل هذه الاشياء اللي هي شكلية، وإذا كان في حاجات جوهرية تستحق البتاع علينا حتى لا تعطي الفرصة لي طعون مثل هذا الأمر وتواكب. ودي مجرد تعديل الجمعية العمومية، طبعا مجرد اجتماع للجمعية العمومية يستطيع أن يصلح أو يعدل في هذه المواد. لكن الأهم من ده، هذا جزء على المستوى الشكلي، الإعلام المصري لعب دور مهم جدا في حماية هذا البلد وحمايته من الإرهاب زي ما تفضل جمال، وحاجات كتيرة جدا. لكن أيضا الإعلام في يعني خلل رهيب جدا في حاجات كتيره جدا. انا صحفي بس عندي الشجاعه ان انا اقول انه في مشاكل حقيقيه في الاعلام المصري، انه الاعلام عدد كبير من الناس ما فيش تاهيل حقيقي، ما فيش تدقيق فيما يتعلق بالقواعد المهنيه، بتبقى فيه ورش والنقابه بتعمل حاجات جيده ومشكوره، لكن انا بتكلم على مجمل المشهد العام. هو احنا قعدنا سنتين عمالنا نتكلم الدولة يعني والحكومة ارتكبت أخطاء كثيرة جدا، نعم هذا صحيح ومعترفين به، بس يمكن تعالى جنبه وتعالى، نحن ارتكبنا أيضا مظالم كثيرة في حق المهنة. لما أنا أبقى جورنان وما أهلش الصحفيين تأهيل مهني حقيقي، وما علمش لغات كويسة جدا، وما أقولوش إن أنت لازم تروح تجيب القصة من كل المصادر، وإنك لازم تدقق المعلومات، بينتج عندنا زي ما أنا عندي بناء عشوائي، وعندي مسؤولين عشوائيين، عندي صحفيين عشوائيين أو إعلام عشوائي. اللي هو بيطلع يزعق او بيصرخ وبيقول حاجات كتيره جدا وبيسيء الى المهنه. طبعا لحد كبير الحمد لله ان ده مش كل المهنه، لكن مثل هذه الاصوات الزاعقه والصارخه بتخلي ناس كتيره جدا يقول لك ادي هو حل الاعلام. فاحنا بيطلع زعقه بس ولا ساعات، ما هو بيقول لك برضه ساعات الصحافه بتستخدم في التشهير بالبعض ونشر الاكاذيب وما الى ذلك. ما هو ده جزء من المرض، حاله العلل دي موجوده لما انت يبقى عندك اعلام مهني، قواعد مهنيه، بمعنى ان انت لما بتستضيفني بتكلم عن وجهه نظر، بتستضيف جمال وبيعبر عن وجهه نظر اخرى، مش هينفع تجيب قصه فيها راي واحد. لو كل الناس اشتغلت بهذا المنطق قدر الامكان انك انت تتحقق من المعلومه، يعني دايما كان في مثل كده، حد بعت خبر بيقول لك علمت من مصادر مطلعه ان امطارا غزيره سقطت هطلت في المغرب. طب يا سيدي افتح الشباك، مش محتاج تبقى محتاج مصادر مطلعه، انت محتاج تفتح الشباك بس هتعرف اذا كان في امطار ولا لا. بس يا استاذ عماد، مين اللي هيحكم هذه الامور؟ يعني هو مناخ عام يا فندم. نعم؟ مناخ عام من يعني حضرتك بتدعو دعوه عامه انه الناس او المسؤولين في المؤسسات الاعلاميه المختلفه او ان هم يقدروا فعلا
فعلا ان هم يوازنوا في الاخبار اللي بينشروها عن طريق كمان تدريب التدريب اللي تحت منه. هذه الفريضه الغائبه في الاعلام المصري. في بيتعمل احيانا، لكن بيتعمل مش بطريقه منظمه وبطريقه. انا هقول ان انا مفيش حد يدخل النقابه مثلا الا لما ياخد اربع دورات مثلا، معرفش، في السلامه المهنيه وفي التدقيق وفي حتى في اللغه العربيه، ماشي، اللي هي بتنتهك انتهاك صارخ في كل صحيح مكان. صحيح. نمره اثنين، القصه بس مش بس سياسه واعلام، هو في مناخ عام ان انا لابد ان انا افرض قواعد معينه، ان انا الدقه المصداقيه، بس ده محتاج يعني محتاج منظومه شامله للاسف الشديد، مش بس الاعلام. صحيح. لانه في اللي هي الازمه الماليه الطاحنه التي يعاني منها الاعلام المصري، لسه كنت بتكلم. دي نقطه مهمه، دي نقطه مهمه. انا ازاي بطالب ان انا في محرر اطالبه بالدقه والمصداقيه واديله اربع شهور ما قبضش، او ان هو بيروح ياخد الفتات او بيشتغل الصبح في جورنان وبعد الظهر في موقع بالليل في اعداد في فضائيه، وفي الثلاثة أحيانا بيبقوا ثلاث مصادر متناقضة. فأنا مش هقدر أصلح ده إلا لما أعمل أبص بصة على وأشوف أنا كدولة إن أنا عايز إيه من الإعلام القومي. دي نقطة في غاية الأهمية. أنا من أنصار، أنا شغال في صحيفة خاصة ومعظم وقتي كان صحف خاصة، بس من أنصار يبقى عندي تلفزيون مصري قوي جدا وعندي أخبار وأهرام وجمهورية أقوياء عشان يعبروا بجد عن البلد، عشان يقدروا يوقفوا ضد أي مشروعات. طيب مجهولة. إحنا بنستضيف ناس كتير جدا بتقول نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله، لكن على أرض الواقع إيه اللي بيتنفذ؟ ما هو علينا علاقة بتقوية أو دعم الإعلام المصري، علينا إن إحنا نضغط طول الوقت ونقول إن أنا الهيكله بتاعت التلفزيون على سبيل المثال، هذا الموضوع المهم جدا والخطير، لابد ان هو يتم على اسس حقيقيه واسس صحيحه، ان انا اوصل هيبقى له اعراض جانبيه صحيح ويبقى له مشاكل صحيح، بس انا لازم اوصل اديره على اسس اقتصاديه. اسس اقتصاديه بمعنى انه يشتغل بطريقه مهنيه، يحاول ان يربح في اطار الـ يعني اداء اللي هو التلفزيون الدوله العمومي او الخدمه العموميه اللي انا بقدمها، اللي هي زي البي بي سي او زي الدوتش فيلا، زي الاعلام اللي هو الغربي اللي هو بيقدم خدمه عامه، وفي نفس الوقت بيدار زي اليورو نيوز زي بيدار، وفي نفس الوقت بيدار بطريقه مهنيه. هي فكره ان انا في مشكله حقيقيه بيعاني منها الاعلام المصري كله خاص وعام. المرض للاسف الشديد لم يعد يفرغ، زمان كان بيقولوا الازمه في الاعلام الحكومي فقط، لا، الاعلام الخاص اكتشفنا مؤخرا انه في نماذج مختله. وفي انا كتبت من كام يوم حاجه زعلت ناس كثيره مني، بقول يعني فقاعه الفضائيات التي توشك على الانفجار. صحيح. وشفنا بدانا نشوف الاعراض دلوقتي، عايزين نرجع يبقى الاساس في المهنه هو المهنه، هي القواعد المهنيه، هي الجدوى الاقتصاديه. انا ما بعملش جورنان او فضائي عشان انقط للحكومه بفلوس او عشان اخد نفوذ او عشان ابقى جنب الرئيس او صوره جنب الرئيس، لا، انا بشتغل طبقا لمهنه او امن مصالحي زي البعض ما هو عامل يعني أو كما قلت. طيب احنا بس عشان نقفل موضوع نقابة الصحفيين، بالنسبة للقانون اللي طلبته تعديله، هي بس الفكرة في بعض الكلمات اللي ما بقتش تصلح لهذا العصر، ولا في أمور أخرى تستوجب التعديل في هذا القانون؟ لا طبعا في أمور كثيرة، لكن أهمها على سبيل المثال القيد. احنا عندنا القانون طبعا من سنة 70، فالقانون بيمنعنا ان احنا مثلا نقبل الصحفيين الالكترونيين في جداول النقابه. انا من وجهه نظري ان يجب ان يتم تعديل تلك الماده ونقبل الصحفيين في الصحافه الالكترونيه، ولكن بشروط ان تكون صحيفه منتظمه، ان تكون صحيفه مرخصة، أن يكون من بداخل الصحيفة معين ومؤمن عليه، يعني لابد أن نضع ضوابط معينة لتلك الصحف. ولكن أنا عايز برضو أرد على الزميل الأستاذ عماد فيما يتعلق بالصحفيين فعلا الأوضاع الاقتصادية لها دور كبير جدا فيما يحدث حاليا في الصحافة المصرية بصفة خاصة. يعني أنا لما أجي أتكلم بقول لك أنا عندي حاليا في نقابة الصحفيين لا يقل عن 600 صحفي عاطل، 600 صحفي بدون عمل، 600 صحفي بيقولوا لي انا عايز نقابه تعيني في مؤسسه قوميه، واحنا عارفين المؤسسات القوميه اساسا يعني دول خريجين يا استاذ جمال اقسام الصحافه في كليه الاعلام ما اشتغلوش ولا دول 600 صحفي نقابي معينين دول جرايتهم وقفت. ده اللي احنا بنتكلم عنه لما اتكلمنا، يمكن لسه بتتكلم عن الفضائيات، هذه الفضائيات التي يمتلكها عدد من رجال الاعمال
الهدف من تلك الفضائيات كان الدفاع عن فسادهم. من هم رجال الأعمال؟ هم الذين نهبوا أموال الشعب المصري، هم الذين استولوا على أراضي الشعب المصري. نفس الأمر فيما يتعلق بالصحف، هناك عدد كبير من الصحف كانت صحف حزبية، الصحف اللي كانت كرتونية في عهد مبارك بعد الثورة مباشرة أغلقت هذه الصحف. هناك أيضا عدد من الصحف التي كان يمتلكها رجال الأعمال أغلقت هذه الصحف مؤخرا. أنا عندي في النقابة حاليا، وأنا بقول هذا الكلام، لا يقل عن 600 صحفي حاليا بدون عمل. كلام على فكرة، وإحنا بنحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة، حرية الصحافة ليست انتهاكات وليست اعتقالات وليست حبس وليست قتل، ولكن حرية الصحافة أيضا في عدم وجود بيئة للعمل في الوسط الصحفي. إحنا عندنا مشاكل في علاقات العمل، زي ما قلت عندنا لا يقل عن 600 صحفي بالفعل بدون عمل. عندنا عدد من زملائنا الصحفيين بدأوا اعتصام من الأمس بيطالبوا الحكومة أو بيطالبوا النقابة أو بيضغطوا على النقابة من أجل توزيعهم على الصحف القومية. وزي ما قلت الصحف القومية أساسا مكدسة، تعاني من مشاكل فصعب اقتصادية، فصعب قوي أن هي فعلا تعمل تعيينات جديدة. أمر غاية في الخطورة بأمانة شديدة. إحنا بنعاني من هذا الأمر. نروح للدكتورة هبة شاهين، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتورة هبة. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. انا هسال حضرتك سؤال تاني مختلف. الاعلام الالكتروني هل هو زاد من حريه الصحافه في مصر؟ بالتاكيد يا فندم، كل ما عدد الميديا بيتنوع وبتتعدد الاتجاهات بتاعته اكيد ده بيصب في مصلحه تعدد الرؤى ومزيد من حريه الراي. ولكن المواقع الإلكترونية وسرعة نشرها ونقلها للمعلومات، هل هي تعمل من وجهة نظرك بحرية أكثر من وسائل الإعلام الأخرى، سواء المسموعة أو الصحف المقروءة؟ يعني هي حضرتك القضية مش قضية الحرية المطلقة، وإحنا دايما بنطالب الطلاب ودايما بندرس لهم الحرية المسؤولة. دايما الصراع التقليدي بين سرعة إذاعة الخبر والتأكد من دقة الخبر. فالحرية يعني مش الفكرة ان تكون الحرية ازيد او اقل او كل مدى يتسع مدى الحرية، المهم ان تكون الحرية مسؤولة عن دقة الخبر، ويكون الصحفي زي ما بيتمتع بحرية في الوصول للمعلومات وحرية. احنا دايما بننادي بحرية التعبير وعدم تقييد الصحفي عشان يقدر يكشف الفساد ويقدر يدي للمواطن المعلومات المفيدة اللي بتكفل له مزيد من اتخاذ القرار بشكل سليم. لكن في مقابل هذه الحرية ايضا لابد ان يكون الصحفي لديه حس كبير في المسؤولية المجتمعية، وانه يعرف انه يدقق في الخبر قبل نشره، وانه يعرف برضو الحدود الفاصلة بين الأخبار وبين الأمن القومي لأي دولة، وأنه يتمتع بهذا الحس. يعني لابد في مقابل الحرية أن يكون هناك مسؤولية. غاب هذا الحس مثلا يعني عند البعض، يعني كيفية التعامل مع الصحفي، لأنه لما بيبقى فيه نوع من الإجراءات العقابية ده بيعتبروا البعض أنه ده يعني تضييق الخناق على حرية الصحفي أو انتهاكات غير مقبولة بعض الشيء بالنسبة للبعض. بصي حضرتك، مهنة الصحافة مش مهنة على راس هريشة، يعني مش مطلوب ان يكون الصحفي قدامه حرية مطلقة لكشف الفساد فقط، وانه هو ممكن يستغل هذه الحرية ايضا ليه من اجل مصالح شخصية. فمن اجل مصالح المهنة لابد ان تكون الحرية مقيدة بصالح المجتمع، يعني ان تطبق مبادئ المسؤولية المجتمعية. الصحافة لابد ان تتمتع بحرية لانها مهنة تكشف الفساد، واذا كانت مهنة تكشف الفساد فلابد ان تتمتع بالحرية، لكن في مقابل هذه الحرية لابد ان تكون مسؤولة في اداء وظيفتها امام المجتمع، وان تعمل وفق اهداف المجتمع وفق مصالحه وفق مبادئها المهنية كمان. دي مسؤولية المسؤولين عن يعني قصدي المسؤولين او الرؤساء او المديرين او هم ايفر، يعني اي حد موجود في صحيفة ما هو المسؤول عن محاسبة الصحفيين اللي تحت حضرتك. في ثلاث مستويات للعمل. اولا في اطار قانوني بيحكم اي دوله وبيحدد حقوق وواجبات الصحفي، وفي قوانين للقصف والسب، وهذه القوانين تطبق على جميع المواطنين. في اطار ثاني مهني. الاطار المهني ده مفروض من خلال مواثيق الشرف الاخلاقيه ومن خلال اطار العمل الصحفي، مفروض ان الصحفيين بيبقى عندهم قدره على تمييز ما هو اخلاقي وما هو غير اخلاقي طبعا. لان المساله مش حريه بس، حريه مع اخلاقيات. في اطار اخير هو الاطار بقى الذاتي بتاع الصحفي نفسه،
وده من خلال تنشئته جوه المؤسسة الصحفية ومعرفته بما يجب وبما لا يجب وبالأصول المهنية الخاصة بالمهنة بتاعته. وفي المقام الأول ضميره، لأنه طبعا الضمير هو الذي يحكم كثير من الأشياء، وبالتالي هو اللي بيجعل الصحفي يقدر يميز بين الصحيح والخاطئ. فحضرتك محتاجة يعني تدريج في المسؤوليات على ثلاث مستويات. طيب في ظل هذا المناخ الموجود والمستويات اللي حضرتك تفضلتي وأشرتي إليها دكتورة هبة، وده هيبقى السؤال الأخير، شايفة حرية الإعلام بقى مش الصحافة بس في مصر في المرحلة اللي احنا فيها دي بتسير في أي اتجاه؟ الحقيقة المشهد مرتبك شوية، والدولة المصرية كلها مرتبكة، لأنها طبعا مرت بثورتين في فترة بسيطة وبتعاني من حرب شرسة فيما يتعلق بالإرهاب. فبالتالي المشهد على المجال الإعلامي أو في المجال الصحفي، إحنا بنحتفل يوم 3 مايو بحرية الصحافة وباليوم العالمي للصحافة. الحقيقة أن إحنا بنعاني في مصر من حالات تسبب زي ما يعني ضيوف حضرتك الكرام أشاروا، أن في بعض المعتقلين من الصحفيين، في قتلى أيضا من الصحفيين زي الشهيدة مياد أشرف أثناء تأدية عملها الصحفي. بالتالي يعني إحنا بنأمل أن المجلس الأعلى للإعلام عندما يتم وضعه إن شاء الله بعد انتخاب البرلمان أن يكفل إطارا مهما لعمل الصحافة، لأن من المهم أنه يكون في إطار لعمل الصحافة يكفل زي ما بقول لحضرتك الحرية في مقابل المسؤولية، لأن إحنا بنأمل أن العمل الصحفي في مصر يعني يشهد مزيدا من الحرية المسؤولة ويشهد مزيدا من طب دكتورة هبة، طب الأستاذ جمال عايز يتواصل معك، تفضل يا أستاذ جمال. مساء الخير يا دكتور. مساء الورد يا فندم. دكتورة، بالأمس كان هناك اجتماع داخل مقر نقابة الصحفيين مع المجلس الأعلى للجامعات، كان موجود عدد من رؤساء الجامعات، كان موجود الدكتور جابر نصار، الدكتور أمين لطفي، تحدثنا عن التعليم المفتوح. حضرتك شايفة من وجهة نظرك، يعني الصحافة طبعا هناك كليات إعلام، هناك أقسام صحافة، جميع كليات الأداب على مستوى الجمهورية فيها أقسام صحافة، جميع الجامعات الخاصة فيها أقسام صحافة كليات إعلام. حضرتك شايفة أن التعليم المفتوح هل يقدم جديد للإعلام المصري وللصحافة المصرية؟ هل نحن في احتياج للتعليم المفتوح؟ هل الصحافة المصرية والإعلام المصري في احتياج لشخص حصل على مؤهل متوسط وبعد 10 سنوات يلتحق بتعليم مفتوح ويستطيع أن يعمل في الصحافة؟ حضرتك عارفة أنه احنا حاليا التعليم المفتوح سنويا بيخرج لا يقل عن 2000 خريجين إعلام. هل نحن في احتياج لهؤلاء؟ بص حضرتك، التعليم المفتوح مش يعني مش تأييدا للفكرة ولا حاجة، لكن التعليم المفتوح مفروض انه بيكفل التعليم للفئات اللي بترغب في استكمال تعليمها بعد مرور 5 سنوات. الحقيقة ان التعليم المفتوح كان فكرته لما شال شرط ال5 سنوات ده خلال يعني فترة من الفترات اللي فاتت، كان طبعا قرار سيء جدا انه يساوي طالب الثانوية لهذا العام يعني باثنين مستوى والكلهم يدخلوا في التعليم المفتوح. لكن اللي أنا عايز أقوله إن النهاردة التعليم المفتوح هو المصدر الأساسي لتمويل الجامعات المصرية أستاذ جمال، لأن الجامعات المصرية بتعاني صعوبات شديدة. يمكن أنا على الصعيد الشخصي قد لا أكون محفزة للتعليم المفتوح، لكن يعني أنا متفهمة جدا 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 بدوره في تمويل الجامعات المصرية. الجامعات المصرية النهاردة بتمر بأزمات مالية طاحنة، ولا يوجد تمويل كافي النهاردة من الدولة في ظل الصعوبات الموجودة، فهو مصدر تمويل الجامعات الحكومية اللي عندها الكثير من الالتزامات ولا تستطيع تمويلها بدون هذا التعليم المفتوح. الأستاذ عباد الدين حسين كمان هيتواصل مع حضرتك يا دكتورة هبة. يا دكتورة هبة مساء الخير. يعني تمويل طبيعي ان احنا نتمنى ان الجامعات يبقى عندها تمويل، بس ما يكونش تمن التمويل ده ان انا ادمر العملية التعليمية عشان اخد فلوس امول التعليم، بس ابوظ التعليم كله بالظبط زي الراجل اللي هو يعني بيقتل الجنين بس عشان المستشفى تعيش. النماذج اللي قدمها التعليم، يعني احنا نحن مع حق بعض الفئات التي لم تنل تعليما جامعيا ان تواصل تعليمها، بس ما يكونش هذا الامر على حساب التعليم نفسه. التجربه اللي موجوده في الاعلام المصري في معظمها، مش هقول في كلها، للاسف الشديد كارثيه. ناس عايزين شهاده بيشتري شهاده زي بعض الجامعات الخاصه. فبالتالي انا اسف، انا بس عايز اوازن بين مستقبل التعليم كله
انا اخد فلوس في 100 طريقه ان انا اقدر اجيب الفلوس للجامعه، بس ما بيكونش ان انا باخد راجل من القدر واديله شهاده. يا فندم المشكله مش مشكله التعليم المفتوح، انما المشكله مش المشكله مساله التعليم المفتوح كمبدا، المشكله في تطبيق مفهوم التعليم المفتوح. حضرتك لو طبقته بشكل اعلى وعليت المستوى اللي بيدخل بيه الطالب ممكن يديك مخرج جيد، المشكله مش في مبدا. طب ما بنعملش ده ليه يا دكتوره؟ ما هي مشكلة مرتبطة بنظام التعليم في مصر كله يا فندم، نظام التعليم المصري كله محتاج إعادة هيكلة وجدولة، ده من كي جي 1 لحد الجامعة كله محتاج إعادة هيكلة، لأن إحنا بنشتغل بنظام تعليمي ما بيطلعش ما يخدم سوق العمل. فحضرتك المشكلة في التعليم المفتوح مش مبدأ التعليم المفتوح، يعني من المفروض إن في أي دولة من دول العالم يكون التعليم المفتوح متاح لمن يريد أن يستكمل تعليمه بعد 5 سنين أو أكثر بعد مدة من الزمن. المشكلة في جودة هذا التعليم، يعني إذا تحقق جودة لهذا التعليم أعتقد أنه لن يكون يضر بالمصلحة العامة، إنما إذا تحول لوسيلة أنه يجيب دخل بس وأن هذا التعليم رديء، هنا المشكلة. إحنا محتاجين نعلي الجودة بتاعة التعليم المفتوح والتعليم المعتاد أو العادي بالنسبة للطالب، يعني نحل هذه المشكلة، ومش بس في مجال الإعلام يا فندم، لما في كافة المجالات، لأنه أيضا موجود في مجال التجارة وموجود في صوت الآداب. فهي المشكله مش خاصه بمجال الاعلام فقط، انما هي مشكله جوده التعليم على مستوى الجامعات المصريه بشكل عام. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره هبه شاهين استاذ الاعلام جامعه عين شمس. اتفضل. لنا بامانه شديده انا عايز اوجه التحيه فعلا للدكتوره هبه على صراحتها، لان هذا الامر يمكن بالامس في مجلس نقابة صحفيين في اجتماع المجلس مع المجلس الجامعات نحن وجهنا لهم هذه الاتهامات، للاسف الشديد بعضهم انكر هذه الاتهامات، بل ان زميلنا العزيز الاستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين قال لهم انتوا واخدين التعليم المفتوح سبوبه. ده حصل فعلا، وانا عايز اقول ان من ضمن مشاكل الصحافه في مصر حاليا التعليم المفتوح. يمكن نقطه هقولها ممكن تعمل مفاجاه لزميلنا الاستاذ عماد، ان هناك لا يقل عن 500 او 600 صحفي حصلوا على تعليم مفتوح في المؤسسات الصحفيه القوميه والتحقوا بنقابه الصحفيين، كانوا شغالين عمال مصاعد، كانوا شغالين سكرتارية رؤساء التحرير، كانوا شغالين في التجهيزات الفنية، وبالفعل في 500 حاليا بيمارسوا لا يقل عن 500 من المؤسسات القومية خلال الخمس سنوات الماضية التحقوا بالفعل بنقابة الصحفيين. هم كان من وجهة نظرهم، يعني أنا أذكر وأنا رئيس تحرير جريدة الجمهورية لقيت أحد عمال المطبعة طالع عندي عمره 45 أو 47 سنة بيطلب مني بيقول يا أستاذ جمال أنا عايز أتمرن في الجورنال، أنا عايز أتمرن في الجورنال، وهو عنده وفي سنة تانية، قال أنا في سنة تانية كلية الإعلام جامعة القاهرة وعايز أتمرن في الجورنال. على فكرة ده بيحصل، على فكرة أنا ما قلتش مش يعني. من حقه، هو من حقه يبقى من حقه يكمل تعليمه، ده أنا أشجعه صح. بس يبقى مدير عام التجهيزات الفنية، يبقى مدير عام المصاعد، يبقى مدير عام الصيانة، لكن ما يبقاش صحفي. بأمانة شديدة. فالتعليم المفتوح له دور مهم. تعليق سيادتك حول ما ترى حول مستقبل الإعلام في مصر بشكل عام وتحديدا الصحافة. الأول أنا بطمن بس جمال إنه الموضوع ده ما وصلش عندنا، وإن شاء الله مش هنبعت له في النقابة يعني حد من الناس دول. لكن أنا مع حق كل مواطن إن هو يدرس ما يشاء، يعني يبقى شغال في أي مهنة، ما فيش مهنة وضيعة أو مهنة عالية، في مهنة عادية بس يدرس براحته. الفيصل يمكن الأساس هو إن يكون حد موهوب ولا غير موهوب، يعني كان في تجربة عملها علي أمين مصطفى أمين تراهنوا على عامر أسانسير ان هو هل يمكن فكره اللي هو اظن في مسرحيه بجماليون ان انت ممكن تقدر لما انت بتخلي واحده يعني في مهنه حقيره او وضيعه تتحول الى حاجه محترمه وسيده مجتمع ولا لا. فيعني هي المساله فيها جدل وسيظل فيها جدل، لكن مستوى الاعلام نحن بنرجع دايما للنقطه الاصليه وهي الاعلام جزء من المجتمع. في مشكله كبيره جدا في المجتمع، نحن بننطلق بنحاول نطلع من ماساه الى بلد جديده. الاعلام ازاي تصلح؟ هتصلحه ضمن منظومه شامله. التعليم السيء ده اللي هو بيقوله جمال، وانا احييه على اثاره هذه النقطه، لما انت بتيجي عندك التعليم منهار بيقول لك نص التلاميذ ما بيعرفوش يكتبوا اسمهم لحد الاعداديه. طيب ما هو ده هيطلع صحفي؟ ده اللي بيبقى صحفي وبيبقى مدرس وبيبقى مهندس، فبيبقى مهندس فبيحط حاجات خلطات غلط واقع على العماره، بيبقى دكتور بينسى فوطه، بيحط يعني كل المهن، بيبقى مفتش تموين او بيضرب في البوتاجاز وفي التموين. يعني
انت لما بتعمل تعليم صح ابدا بالتعليم، بدون تعليم جيد وصحيح وقائم على اسس حقيقيه لن يحدث اي تغيير في اي شيء مهما كانت النوايا طيبه. اه يا فندم، بس لما تلاقي رؤساء الجامعات بيدافعوا عن الامر وهو سبوبه يبقى احنا الطريق غلط او في حاجه غلط، نقنعهم لا نيأس، لازم العمل لا يكون بشكل متوازن طول الوقت، انه يعني شوف طريقه ثانيه تنفق بيها على التعليم بس ما تكونش على حساب العمليه التعليميه نفسها. صحيح. سعداء بتشريف حضراتكم، نشكركم جدا الاستاذ عناد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق، شكرا جزيلا. كذلك بشكرك الاستاذ جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابه الصحفيين، كل سنه وحضراتكم طيبين، شرفتونا في هذا الحوار، شكرا لحضراتكم. شرفتونا النهارده في من القاهره، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لهذه الحلقه، تصبحوا على خير.